خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد الفيديو يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ما جيتكم بواحد الوصفه، في الحقيقه انا كليتها عند ناس عراقيين، تحيه ليهم، وعجبتني وقلت علاش ما نتقاسمهاش معاكم. هاد الوصفه هي وصفه الملفوف او الكرنب المحشي ولا المكور، مناطق اخرى كيسميوه المكور. هاد الوصفه هادي غادي نحتاجوا لواحد الراس نتاع الكرنب كما كتشوفوا، والحشو غادي نحتاجوا واحد شويه ديال الكفته. دائما انا كنقول على حساب عدد الافراد ديالك وعلى حساب الامكانيات ديالك. عندي هنايا شويه ديال الكفته، وعندي هنايا شويه ديال الرز اللي خليته واحد الساعه في الماء غير ما بارد، يعني غير طاب في الماء وصفيتو. عندي هنا واحد جوج معالق نتاع القزبر والمعدنوس. عندي هنايا واحد نص حامضه مقده اللي قطعت غير القشره ديالها، قطعتها رقيق. عندي هنايا شويه ديال الثوم او جوج فصوص نتاع الثوم، يعني ثوم بره ولا جوج فصوص نتاع الثوم. وعندي هنايا على راس المعلقه على حسب نص معلقه ديال مطيشه ديال الحب او القرطي. عندي هنايا واحد ثلاثة ديال المعالق ديال زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه الملح، شويه السكينجبير، الفلفل الاسود او الابزار، شويه الخرقوم، شويه فلفل الاحمر، وعندي هنايا شويه الكمون، وعندي هنايا كما قلت لكم الملح. والكمون سيداتي والفلفل الاحمر كيكون بزياده شويه. انا دابا نوري لكم كيفاش هاد الكرنب غادي نحيدو له الورق ديالو. اول حاجه هاد الراس ديالو خصنا نحيدوه، اختي غير شويه على يديكم لانه شويه قاسح. غادي نحاولوا نقلعوه، كما كتشوفوا هكا، وحاولوا حتى الا قدرتوا نصعوا شويه هذاك اللي لتحت. ملي نحيدوا له هذاك الجدر ديالو هنايا، غادي نجيبوا واحد الطنجره اللي نديروا فيها المغليه كما كتشوفوا، وغادي نديروا فيها واحد نص معلقه نتاع الكمون ولا الكمون، وواحد شويه ديال الملح. وهذيك الجهه اللي حيدنا منها غادي نديروها من التحت هكا. كما قلت لكم درتو في الاول على هاد الجهه هادي واحد من 3 دقائق حتى خمسة ديال الدقائق، ومن بعد غير بشويه تقلبيه على هاد الجهه، وغادي تلقاي كما كتشوفي هاد الوريقات ديالو بوحدهم غادي يبقاو يتحيدوا كما كتشوفي سيداتي. هانتي ها بحال هكا. وغادي نجيبو واحد التوصل كبير ولا فين تحطيه وفين غادي نشفو الماء. شوفوا معايا سيداتي، غادي تقلعوا دوك الاوراق ديالو بكل سهوله، وفي نفس الوقت غادي يكونوا شويه ترخاو في هذيك في هذاك الماء السخون. انا غادي نكملها وغادي نرجع معكم لتتمه الوصفه. خواتي بالنسبه للحشو غادي نبداو على بركه الله، غادي نديروا داك شويه ديال الكفته اللي عندنا، غادي نضيفوا له داك شويه ديال الرز، نضيفوا هذاك جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس، غادي نضيف هذوك الطريفات ديال القشرة ديال الحامض. وبالنسبة لهذوك التوابل كاملة غادي نديرهم هنايا، غادي نضيف واحد شوية ديال الثوم وبرا أو جوج فصوص ديال الثوم، هذاك شويه نتاع مطيشه ديال الحك او مطيشه ديال القرطي، وهذاك شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندمج كاع العناصر كامل. بسم الله خواتي، دابا غادي نشدو هذيك الورقه ديالنا وغير بشويه بواحد الموس غادي نقلبوها على الظهر ديالها، وغادي نحيدو لها هذاك العظم ولا داك اللي كيكون قاسح هنايا. درت تمشي معاها هذه سيداتي، الا بغيتيها كبيره، الا بغيتيها صغيره تقدري تقسميها على زوج هكا، تقدري تقسميها كامل على زوج وديريها طريفات، تحيدي لها بعدا هذاك العظم كامل
وديري هاد الطريفات على حساب اللي غادي تعمري. بحال هكا غادي انا نوري لكم بزوج، وحده كبيره بحال هكا غادي نحيد لها هاد العظم او هاد الصحيه اللي عندنا هنايا، وغادي نشد القالب ديالنا. خواتاتي دابا غادي نبقاو نعمرو على حساب الورقه اللي بغيتي، على حساب الشكل اللي بغيتي، بغيتيه صغير بغيتيه كبير بغيتيه كاين اللي هادي، وعادي يزيد يقسمها على زوج. انا كنعرف هنايا الاخوات الخليجيات حتى هادي كيقسموها على زوج وكيديروهم صغيرات، وانا انا كنبغي هكا كنديرو على شكل سيجار. وكتلوي عادي، ولا كانت هذيك الورقه ديال الكرنب يعني دايره مفوره ولا طايبه مسلوقه مزيان غادي تساعدك. وغادي نوري لكم ثاني هذا الشكل ديال الصغير اللي كيفاش غادي يجي اللي قسمناها على زوج. ثاني غير ديري لها هكا وتبقاي تمدي هكا كيما اخواتي. ملي سالينا غادي نجيب واحد النجره بحال هكا على حسب القياس والمقدار اللي الكميه اللي غادي ديريها. غادي انا سرحت هنايا واحد البصله هكا دوائر، غادي نزيد عليها واحد الفصوص ديال الثوم، واحد ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم ولا زوج، وغادي ندير واحد العريشات هكا ديال نتاع القزبر كما كتشوفوا، وغادي نجيب واحد الضامه ديال ديال البقر ولا كنوره كما كنقولوا لها، غادي نديرو غير النص ديالها. انا في الحقيقه ماشي من المحبين تاع هاد الضامات، ولكن هاد كما كنعرفوا هاد الكرنب شويه صامت باسل، كنديرو غير هكا غير النص ديالها، وغادي نبقاو نستفو. اخواتي من الاحسن من الاحسن غادي توجدوا الطنجره ديالكم غير كتلفوا هاد الملفوف ولا الكرنب مباشره ديروه في الطنجره هكا، وغادي نبقى نستفوه كما كتشوفوا. ساليت هذيك الطبقه الاولى، الا بقات لكم على قياس طبقه اخرى غادي داك النص نتاع الضامه ولا كنوره غادي عاوتاني تفرتوه وتوليو عاوتاني من جديد تستفوا هاد اللي بقى لكم. اخواتي دابا كي كملنا هاد التستيفه ديال هاد الكرنب، دابا نرجعوا للمرقه اللي غادي يطيب فيها هاد الكرنب. بالنسبه للمرقه ديالو غادي نحتاجو هنايا واحد صوص طوماط، يعني تقدري تحكي واحد المطيشه وتزيدي عليها واحد شويه ديال مطيشه ديال الحك على حسب المقدار اللي عندك، وغادي نديرو فيها واحد شويه واحد الرويس ديال الثوم او ثوم غبري اللي عندك، وغادي ندير فيها واحد شويه ديال الزعتر او الاوريغانو، واحد 3 معالق حتى 4 تاع الزيت، بغيتي مخلطه بزيت الزيتون بغيتي غير العاديه، ونفس التوابل اللي درناها في الحشو غادي نديرهم في هذه المرقه مع الملح، وغادي نخلط هنايا نزيد نضيف له الماء. اخواتي دابا خلطنا هذاك الماء عادي بارد مع هاد التوابل والملح. واخواتي انا غير للامانه انا كيما شفت العراقيين كيديروها بغيت نقتسمها معاكم، كيجيبوا واحد التبصيل اللي ما غاديش يعني يتهرس، ولا واحد قابل للطهي، ولا واحد المغلقه تكون شويه ثقيله، وغادي ديروها هكا عليها تشدوا هذاك الحشو وهذاك الكرنب، ومن فوق منها غادي ديروا هاد المرق حتى تشوفوه هكا، حتى تشوفوه باين في الطنجره، حتى تشوفوه طلع على هاد المغطى هادي، ومن بعد غادي تغطيو عليها وديروها على نار شويه مجهده. ملي كتبقى تغلي غادي تنقصوا لها. سي خواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكرنب ديالنا او المكور او الملفوف، كيجي بهذه الطريقه هذه وكيجي صدقوني رائع. تقدري تجربيه لوليداتك وكتبوا لي في التعاليق مزيدا من الدعم، وشكرا الى لقاء اخر ان شاء الله.